طبعا الدهان بيكون بدقه عاليه جدا، ولان طبعا كل حاجه مظبوطه فبالتالي السمك هيطلع مظبوط وكل حاجه هتطلع مظبوطه. تمام، زي ما احنا شايفين كده العمل بسيط. طبعا ده الصوت الثاني، بتخلص بتاخد الصوت الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، ستارت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم وحلقه جديده من كورس تعلم البي ال سي وبالاخص اللوجو من شركه سيمنز. البروجكت اللي معانا النهارده يبدو ان هو بروجكت كبير شويه، ولكن هو مش كبير ولا حاجه، ولكنه متبرمج بطريقه امنه 100%. عشان كده احنا مامنينه من كل النواحي، وفي نفس الوقت محسنين فيه، وفي شاشات بتظهر البيانات اثناء تفاعل المشروع وتشغيله معانا. فان شاء الله المشروع عشان ما يطولش بين الفيديو هنشرحه كشرح، يعني مش هنكتب الكود بتاعه او البرمجه بتاعته من الاول. المشروع معانا زي ما احنا شايفين كده، هنشرحه زي ما احنا شايفين، وهنقول احنا استعملنا ايه في البينتنج ماشين دي. المفروض انها بينتنج ماشين، طبعا تقدر تستعملها كبينتنج ماشين او تقدر تستعملها اي حاجه عاوز تمشيها بنفس السيستم وبنفس البروسيجر اللي انتوا شايفينها، الاشواط يمين شمال يمين شمال على العدد اللي انت عاوزه، وبعدين بينزل من اول مستوى لتاني مستوى ومن تاني مستوى لتالت مستوى، وبعدين بيخلص ويرجع تاني لنقطة الهومينج زي ما السي ان سي مثلا بتقول، اذا كنا بنتكلم على سي ان سي، او بترجع لنقطة الزيرو اللي هي من حيث ابتدينا بينتهي بهذه النقطة، وبعد كده تقدر تشغل من النقطة دي مرة اخرى. فالوضع زي ما احنا شفنا في الجزء الفيديو الاثنين فيديو دول اللي في البدايه، بدايه الشرح، زي ما احنا شفنا كده احنا كنا مستعملينها كبينتنج ماشين، طبعا بتبقى بدقه اعلى من البيرسونال او الهومن بينتنج ماشين، اللي هو الشخص بيبقى ماسك الجن وبيدهن او بيصبغ الشغل اللي عنده. الشغل ده ممكن يكون اي حاجه، يعني احنا استعملنا بايب، تمام، ممكن يكون اي شيء سلندريكال مثلا سوليد، او يكون مثلا دورز ويندوز، اي حاجه يعني فيها عايز تدهنها تبقى بنفس السيستم وبنفس الكونسبت اللي احنا عرضناه. طيب هنستعرض مع بعض احنا استعملنا ايه، والبرنامج طبعا تم تصميمه بالكامل لان ده كان ديمو لبروجكت متكامل طلب من احد مثلا العملاء، فكنا بنعمل له، انا بحب اطمن لشغلي الاول واعمله بحيث الاقي الموضوع تمام، وبعد كده نقدر ننفذه على الاكشوال
سكيل، يعني الماكينه دي هيتعمل لها سكيل اب، هتكبر طبعا بالحجم اللي العميل طالبه ايا كان هو 2 متر 3 متر تمام، ونفس الكونسبت ونفس البرمجه هتشتغل معانا عادي جدا. طبعا البرنامج انا يعني رسمته بالكادي، الكادي طبعا له عندنا في فيديو او 2 بيشرح الكادي، او فيديو واحد يعني بالاخص بيشرح برنامج الكادي بتاع الرسم والسيموليشن، وده برنامج طبعا 3D و2D، برنامج كويس جدا وسهل جدا في التعامل. ادعو الناس اللي ما شفتوش يا ريت تشوف الفيديو بتاعه، وهسيبه لكم في الاي اللي هتظهر دي او الديسكريبشن تحت تمام. البرنامج اترسم زي ما احنا شايفين كده باللوجو، في انبوتس فوق وفي اوتبوتس تحت على ريليز، فور ريليز، والريليز دي انا مستعملها هنا يعني، انا حاطط بس شكل 3D كده اللي بيوفرها البرنامج، على اساس ان انا هنا كان في 2 ريلي هيبدلوا مع بعض، الاتنين ريلي دول هيبدلوا على 2 صمام او صمام ومحرك مع بعض يعني في نفس الوقت تمام، بحيث ان هم يعكسوا الحركه. يعني انا عايز اعكس حركه، انا استعملت هنا دي سي موتور، وكان الاتنين ريلي دول هيبقوا مسؤولين عن التبديل. يعني لو لاحظنا الرسم هتلاقيه موصل بياخد من كل كيو، الكيو اللي تشتغل ريلي يدي كهرباء هنا، الكيو التانية اللي تشتغل يدي للريلي التاني، فيبقوا الاتنين شغالين مع بعض. وعكس الحركة أنا استعملتهم على كيو تقريبا 3 و4 زي ما هنشوف دلوقتي في البرنامج. طبعا ده ترانسفورمر من الـ AC to DC تمام، 12 فولت استعملنا هنا 12 فولت، وخدنا منها كإنبوت باور للموديول بتاعنا اللوجو، وخدنا منها برضو مشترك كهرباء وأرضي للريليهات وللشغل ده كله. طيب المشروع بعد ما بنخلصه بنعمل اكسبورت لملف PDF محترم زي كده، تقدر تكتب فيه البيانات دي كلها، هنشوفها مع بعض ازاي تقدر تخرجه برضه بكل سهوله. وانت كل اللي بتعمله بتعمل اكسبورت بس للشغل بتاعك، بيطلع زي كده الشغل ده اللي انت صممته تمام، وبيطلع مرسوم ده الرسم بتاع البلوكس بحيث تخزنها عندك، ودي كل البارامتر والبلوكات اللي انت استعملتها بارقامها. وطبعا لما بندخل بالطريقه الصحيحه اللي اتعلمناها مع بعض، بيكتب جنب كل واحد الكومنت بتاعه او المسمى اللي انت مدخله له، يعني ده لاتشنج ريلي، ده كذا ده كذا تمام، وده البارامتر بتاعته اوف ولا اون، ومثلا حاجه زي الاب داون كاونتر ده طبعا عباره عن بيعمل اون عند 3 اوف عند 3 وستارت 0 وهكذا تمام. فده كل البارامتر. السكرين برضو بيبرمجها لك هنا اللي هي المسج تكست ديسبلاي ديت، طبعا احنا مبرمجينها في البروجرام، وبيخرجها لك برضو بيقول لك دي ده الشكل بتاع الديسبلاي. فطبعا ده تقرير محترم جدا زي ما انت شايف، وطبعا بتكتب اسمك واسم الشركه او العميل اللي هو مثلا هيروح له المنتج ده تمام، الديزاين ده. وده شكل تاني من الشاشه، لان في اكتر من شاشه تمام، في شاشه مثلا للفولت، وفي شاشه للايه للعرض العادي اثناء التشغيل. وده الانبوتس والاوتبوتس تمام، الانبوتس عندي اي 1 عباره عن emergency ستوب، اي 2 ستارت بروسيس تمام، وهكذا اي 3 اي 4 لغايه كل اللي انا مستعمله، حتى هو ليفت ليميت سويتش ورايت ليميت سويتش وفيرتيكال زي ما انا مسمي كده. وده فلاج ام 29 ده ديسبلاي ريد باك جراوند. وعندي بقى الخارج هو كيو 1 الى كيو 4، ده كله ده بينتنج موتور رايت، وفي موتور ليفت، وفي فيرتيكال موتور داون، وفيرتيكال موتور اب، وفي البينتنج فالف ده صمام هيفتح ويقفل الجن بتاع الصبغ او الدهان تمام، او البينتنج يعني ماتيريال تمام، ده اللي هيفتح ويقفل، لان طبعا الموضوع هيبقى اوتوماتيكيا بدون تدخل عنصر بشري. انت كل اللي هتعمله هتدوس ستارت زي ما احنا شفنا في الفيديوز، والماكينه هتاخد كل الاشواط بتاعتها اذا كانوا ثلاثة ليفل، وترجع لنقطه الزيرو لغايه ما تغير انت الشغل اللي انت عايزه تحطه، وتقول له ستارت تاني وخلاص. يعني الماكينه بتشتغل لوحدها وتقف لوحدها تمام، يعني انت طبعا بس كل عليك بتديها ستارت. فده شكل الايه، ده شكل البي دي اف فايل اللي احنا عملنا له اكسبورت وخرجناه. حلو قوي، تعالوا بينا بقى نشوف البروجرام بتاعنا احنا برمجناه ازاي. طبعا انا مصغر الصوره شويه، ولكن لو كبرناها يعني شويه كده عشان نقدر نشوف، هنلاقي عندي الموضوع ببساطة أنا هشرحه لك بكل سهولة. عندي هنا البينتنج رايت أو البينت رايت والبينت ليفت، ده كيو 1 وده كيو 2،
والخارجين دول طالع منهم على اور جيت مطلعين هنا البينتنج فالف. يعني انا هاخد من الخارجين دول بره كده على ريلي، تمام، واي واحد يشتغل في دول لان دي اور، اي واحد فيهم هاي هيخرج على طول على مين؟ على كيو 5 ده. يعني انا سميته كيو 5 مجازة، ولكن حتى لو انت عندك، يعني احنا هنا استعملنا اللوجو بي 4 خارج فقط اللي هم فيه، ما حطناش كيو. لو عندي كيو 5 اقدر استعمله بهذه الطريقه، ما عنديش بحط اتنين ريلي، بحط كده اتنين ريلي، كل واحد من ده طالع على ريلي زي ما احنا ورينا زي ما وريتك في الرسمه، وبتاخد منه على البنتنج فالف ده، بحيث اي واحد في الرايت او الليفت تمام شغال، اي واحد في الموتور الدي سي موتور شغال. ما هو ده عباره عن ايه الخارج ده؟ بيشغل دي سي موتور، يعني انا كاتب بينتنج موتور رايت وده بينتنج موتور ليفت، يعني نفس هو موتور واحد هيلف يمين ويلف شمال، تمام، ياخد الشوط يمين شمال يمين شمال، العدد اللي احنا هنحدده، يعني ياخد كام شوط العدد اللي احنا هنحدده. طيب وبعدين اثناء اي واحد من دول شغال هيدي هنا ايه للخارج ده؟ جميل جدا. طيب ده موتور، انا عندي اتنين موتور مستعمل في الماكينه، اتنين موتور، الموتور التاني فين؟ ركز معايا في اللي انا بقوله بس وانسى كل الرسمه دي عشان ما تتلخبطش. عندي موتور تاني، الموتور التاني هيطلع خارجه على نقطتين برضو عشان عكس الحركه، يعني هنا نقطتين ليه خارجين؟ عشان نعكس الحركه، الكيو دي لما تخرج يلف يمين، الكيو التاني لما تخرج يلف شمال، عن طريق ايه العكس ده؟ يا اما تستعمل هاي بريدج، يا اما تستعمل هنا هاي بريدج درايف دي سي درايف، تمام، وده ممكن نبقى نشرحه في فيديو منفصل، ولكنه ببساطه تقدر تتحكم في السرعه من خلاله، وفي نفس الوقت تقدر تتحكم في الاتجاه بتاع الموتور، تمام. يعني في ديول هاي بريدج تقدر تستعمله في التطبيق ده، سهل جدا تقدر تستعمله، تخرج الخارج ده بعد ما تتحكم فيه يروح دايركت على مين؟ على الديول هاي بريدج، بيبقى عباره عن زي اربعه ترانزستور كده واربعه دايود، وبيتحكموا في سرعه واتجاه الدي سي موتور، تمام، ده بنسميه هاي بريدج كنترولر او مديول او كذا. طيب انا عندي ده موتور بتاع رايت وليفت، والموتور الثاني بتاع فوق وتحت. فوق وتحت يعني احنا قلنا الماكينه بتشتغل على ثلاث مستويات، اول مستوى مستوى علوي، وبعدين مستوى سفلي، وبعدين مستوى الثالث اللي تحت خالص. طبعا لو 20 مستوى مش هتفرق معانا، ليه؟ لان احنا حاطين ليميت سويتش، حاطين ليميت سويتش، وهنظبط ايه في كاونتر بيعد كام ضربه اتضربها الليميت سويتش، وبناء عليه ياخد قرار يخلص الاشواط دي وينزل لليفل تاني ولا ايه، تمام. فعندي هنا الفيرتيكال موتور هيشتغل على كيو 3 وكيو 4، كيو 3 لما تشتغل الموتور هيعمل ايه؟ الموتور هينزل داون زي ما انا كاتب كده داون، كيو 4 لما تشتغل الموتور هيطلع اب، اب يعني هيطلع فوق. طبعا هو طالع ونازل في 3 ليميت سويتش، في ايه؟ في 3 ليميت سويتش زي ما احنا شفنا في الفيديو، تمام، وهنوضح برضو تاني ان شاء الله مع بعض. طيب جميل جدا، يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي كيو 1 وكيو 2 ده موتور رايت وليفت، وكيو 3 وكيو 4 ده الموتور فيرتيكال موتور. طيب جميل جدا، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الخارج اللي احنا عاوزين نخرجه ونشغله بالطريقه دي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هدوس ستارت هنا اي 2 دوت هيبقى باور اون، بمجرد ما تدوس باور اون الماكينه اوتوماتيك هتمشي في الاجراء بتاعها. هتعمل ايه؟ تعالوا نشوف السيموليشن كده على طول سريعا، نعمل سيموليشن، ماشي. طبعا الشاشه بتظهر معانا على طول، احنا مبرمجينها، هنوريك دلوقتي مبرمجينها ازاي، ومع ذلك اطفيها دلوقتي عشان بس ما تلخبطناش. هنقول اون، اول ما تقول اون في هنا لاتشنج ريلي عمل ست وطلع الاشاره بتاعته، طلعها على الاثنين بوابه دول. طبعا اول ما تشوف اند زي ما اتعلمنا، البوابات دي بوابات شرطيه، لازم كل الدخل عليها يكون هاي بحيث تخرج الخارج بتاعها. طبعا هي جاي لها دخل من ثلاث اماكن زي ما احنا شايفين، وفي واحد فيهم منفي، اللي منفي فوق وتحت ده ليه؟ علشان يعمل انترلوك، الكتريكال انترلوك ما بين الخارج واحد واثنين، فيبقى ده كيو 2 ده جاي من هنا، وكيو 1 ده جاي منين؟ جاي من فوق. يبقى انا كده عملت انترلوك، يبقى استحاله دي تشتغل مع دي في وقت واحد، وده طبعا انا محتاجه عشان الموتور، لان ده اصلا موتور واحد هيشتغل، فمش عايزه ياخد اشارتين فيعمل قفله، تمام. طيب جميل جدا، يبقى انا كده اول ما هعمل طبعا ده هيبقى بوش بوتون، اول ما دوست عليه عمل هنا سيت والاشاره طلعت. طيب الاشاره المفروض يكون في ليميت سويتش احنا واقفين عليه، المفروض يكون في ايه؟ ليميت سويتش احنا واقفين عليه. الليميت سويتش ده هيكون رايت وليفت، واحد اي 6 ده هو رايت ليميت سويتش زي ما هو مكتوب كده، والتاني اي 7 دوت ليفت ليميت سويتش. انا هفترض ان انا واقف على الرايت،
فبمجرد ما اكون واقف على الرايت واقول اون هيحصل كده اهو. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بيحصل ان ده اشتغل، الكيو واحد اشتغل، وبما ان احنا رابطين الكيو واحد مع الكيو اتنين على بوابة اور، يعني ايهما يكون هاي فيهم يخرج على البينتنج فالف. يبقى انا البينتنج فالف اللي هو الكيو خمسة هيخرج معايا. الليمت سويتش ده برضو انا افترضت انه ايه، انه بوش بوتون، ما افترضتش انه سويتش عادي، يعني انا دوست عليه وشلت ايدي فصل طبعا اهوت، ولكن هنا في لاتش ريلي مسك الاشاره، وبما ان طبعا كيو 2 مش شغال فالنقطه دي طبعا معموله انفيرت فمعكوسه، فكل الدخل اصبح هاي، فبالتالي الخارج طلع عندي هاي. واي واحد ده جاي منين بقى؟ اي واحد في البوابتين دول، هنا اي واحد وهنا اي واحد. اي واحد دوت جاي من ستوب سويتش. فين ستوب سويتش ده؟ اهو ده ستوب سويتش كده حاطه على اي واحد، ومديه بقى لكل السيستم ده. ليه؟ عشان بمجرد ما ادوس عليه انا عامله سويتش اهو. خلي بالك لو دوست عليه دلوقتي ايه اللي حصل؟ اه فصل الخارج بتاعي والماكينه وقفت، الماكينه وقفت، مفيش موتور شغال ولا فالف بيطلع سائل ولا اي حاجه، لان دوت كده سويتش بيشغل ويطفي الماكينه. فاي واحد ده هتلاقيه هنا وهتلاقيه هنا وهتلاقيه برضو في السيستم التاني ده، تمام؟ فيبقى هنا كده خلاص انا دوست ستارت في ليميت سويتش عاد. طيب الليميت سويتش لما يشتغل هنا انا خلاص اتحركت، انا اتحركت من هنا رحت بقى على جهه الشمال اليسار، لما رحت على جهه اليسار ايه اللي هيحصل؟ هخبط ليميت سويتش. طيب هتقول لي يا باشمهندس طب ما احنا ممكن نعمل الحكايه دي بتايمر وخلاص، يعني نشوف المسافه بتاعتنا قد ايه اللي احنا مثلا البايب او الباب او الشباك اللي بندهن فيه، ونقول مثلا هياخد مثلا 5 ثواني 10 ثواني 20 ثانيه ويفصل لوحده. اه ممكن، ولكن ما انصحكش تعمل التايمر في الاشواط. لما يكون عندك حاجه فيها شوط يفضل تحط ليميت سويتش عشان تامن الدايره بتاعتك، ومش بس كده، عشان تقدر بدل ما تخش على البارامتر والبرنامج وتعدل فيه. واحد افرض واحد عايز يكبر المشوار شويه هيعمل ايه؟ اكيد هيكبر التايمر، هيكبر وقت التايم ديلي هيكبره. لا انا بقى هحط له ليميت سويتش بره خالص واقول له فك الليميت ده وحركه مثلا ايه 5 سم 10 سم متر مترين زي ما انت عاوز، يبقى كده كبر الشوط بتاعه، لان مش هيشتغل الاتجاه العكسي الا ما يخبط مين؟ الليميت سويتش. وده انا بنصح بيه بشده لما تكون انت بتستعمل اشواط، اي اشواط على طول بدون تفكير حط ليميت سويتش. طبعا الليميت ده ممكن يبقى بروكسيميتي سنسور سويتش، ممكن سهل جدا تحطه، او فوتو سنسور، يعني اي حاجه المهم تديك اشاره اون واوف لما تديتكت للموضوع بتاعك او الحديد بتاعك او كذا، تمام؟ ده موضوع مفروغ منه، ولكن انا هنا استعملت ببساطه وحاجه رخيصه ليميت سويتش وخلاص نورمالي اوبن. بمجرد ما يتخبط زي كده دلوقتي اه عمل ايه؟ بدل، وفي نفس الوقت ايه؟ بدل الاشاره بتاعت الايه؟ يعني فصل دي وشغل دي. في هنا نقطه بقى عايزك تخلي بالك منها وانا عدلتها في البرنامج، ايه هي؟ انت دلوقتي بتعمل عكس حركه من هنا لهنا، عكس الحركه ده ما ينفعش في الكنترول يتم لحظي، دي تعمل قفله على طول، تخلي الموتور يعمل قفله ومش هيشتغل معاك بالطريقه دي. فلازم تعمل ايه؟ تعمل تايم ديلي، بتدي له كده مجرد 1 ثانيه، واحنا شفنا في الفيديو الموتور لما بيخبط ليميت سويتش تلاقيه وقف وبعدين ايه؟ عكس اتجاهه. ما تلاقوش ايه عكس اتجاهه فجأة كده. مين اللي يعمل الحكاية دي فجأة يعكس اتجاهه؟ ده الستيبر موتور، انما الدي سي موتور او الاندكشن موتور استحالة يعمل الحكاية دي. الاندكشن بقى موال تاني، يعني الاندكشن موتور اللي هو الموتور العادي ده الاي سي ده لازم يقف شوية لان ده فيه انيرشيا. اما الدي سي اه لا ممكن تعكسه على طول، ولكن بشرط تديله بس ايه ولو 1 ثانية او حتى نص ثانية، لان طبعا خلي بالك انا مستعمل جير موتور هنا. طيب الليمت سويتش اتخبط اه غير اتجاهه وبيروح لليمين، اه طب انا عايز شوط كمان، اه هيخبط الليمت ده وغير اتجاهه ويروح اليسار وهكذا. طيب اثناء ما انا بقى الليمت سويتش ده بتخبط انا مستغله هنا في نقطه، ايه النقطه دي؟ خلي بالك تحت هنا كده في كاونتر، الكاونتر ده واخد اشارته منين؟ من الاي 7 ده. يعني الاي 7 ده لما دوست عليه انا مره عد واحد او كان زيرو بقى بواحد، هدوس عليه مره كمان خلي بالك اه بقى باتنين، تمام؟ عكس حركت، هطلع تاني فوق وادوس على الليمت سويتش اه لسه ما بقاش بتلاته لانه واخد منين؟ واخد من الاي 7. لو دوست عليه دلوقتي المره الثالثه انا ظبطه هنا ايه؟ على اون. ده كاونتر اب اند داون، انا مستعمله اب بس يعني تصاعدي، ويتصفر امتى؟ برضو لما يجي تلاته، يعني اول ما يجي اون عند تلاته هيجي اون، وفي نفس الوقت هيجي اوف. دي يعني ايه اوف؟ يعني هيتصفر، هيرجع زيرو، يعني هيجي تلاته وبعدين يتصفر يبقى زيرو. طب لما يجي تلاته انا هستفاد ايه؟ اه لا هستفاد، انا كده عرفت انا مشيت كام شوط، صح؟ ما انا كده حسبت كام شوط.
طب ما انا ممكن اعمل الحكايه دي بتايمر برضو. برضو اجين انصحك ما تستعملش التايمر في مشوار عندك في اي ماشين، لما يكون عندك ماكينه ما تستعملش فيها تايمر. التايمر برضو في مشكله تانية، ان افرض الماكينه وقفت معاك في اي لحظه في نص الشوط مثلا، وقفت الماكينه هتعمل ايه؟ التايمر هيفضل إيه؟ ايه وقف. طب لما اجي اشغل الماكينه تاني التايمر هيعد من جديد، فحتى لو التايمر هيجي يعد من جديد فهيديني وقت زياده عن المشوار بتاعي، فالماكينه ممكن تروح تبقى كده هي اوت اوف ايه، اوت اوف ليميت، يعني الماكينه هتخرج بره المشوار. طبعا دي في البرمجه خطأ فادح ما ينفعش تعملها، فلازم تخلي بالك من النقطه دي. يعني بمعنى ايه؟ ان الماكينه بعد ما تمشي مشوارها، لا ده لسه مكمله كمان. طب مكمله دي هتكسر الحديد بقى ولا هتعمل ايه؟ ولا هتحرق المواتير؟ ما هي يا كده يا كده. يبقى انا لازم احدد مشواري بليميت سويتش عشان اريح دماغي. طبعا حكايه الماكينه دي انها اوت اوف ليميت تقدر برضو تتعالج في التايمر، ولكن هيبقى موضوع يعني ايه صعب شويه، صعب في يعني عايز موضوع ادفانسد شويه. ولكن انا انصحك تشتغل بامان وبسهوله، اللي هو ايه ليميت سويتش لاي مشوار. تمام، مش عايزين بقى نتكلم في قصه الليميت دي كتير عشان الموضوع ما يطولش اكتر من كده. يبقى الكاونتر ده هيجي عند 3 ويعمل اون. طب حلو، الكاونتر ده بقى لما يعمل اون انا هستفيد ايه؟ هستفيد اولا هفصل الدنيا دي كلها اللي هو يمين شمال يمين شمال، ده خلص وضعه، وانزل على ليفل تاني. انزل بقى يعني ايه؟ يعني الموتور بتاع الفيرتيكال هيشتغل. موتور الفيرتيكال قلنا هو دوت داون ودوت اب، انا حالا فوق خالص، يبقى ده اللي هيشتغل وينزل داون، يعني ده المفروض يحمر دلوقتي القصه دي. لما ادوس على مين؟ على الليمت سويتش ده. تعال ندوس كده مع بعض، اصغر لك عشان تشوف كله مع بعضه اهوت، بحيث الصوره كلها تبقى واضحه قدامك في السيموليشن. هدوس انا حالا على 7 دلوقتي. دوست على 7، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يمين شمال طفى، ومين اللي اشتغل؟ الموتور الفيرتيكال، الموتور الثاني اللي هينزلني تحت، او اللي هو داون، داون موتور فيرتيكال، داون موتور داون. يبقى انا اشتغلت اهو. طب هيقعد ينزل تحت الامتى؟ هيخبط في ليميت سويتش للمستوى اللي بعده. ما هو دلوقتي انا عندي مستوى افقي ومستوى راسي، الافقي عليه 2 ليميت سويتش والراسي عليه 3 ليميت سويتش، واحد فوق واحد في النص واحد تحت. ولو عندي اكتر من كده مستويات عادي بطول احط جنب كل مستوى ليميت سويتش، ولكن انا الماكينه بتاعتي دلوقتي متبرمجه على 3 مستوى. انا دلوقتي نازل اهو، هفضل انزل كده لحد امتى؟ لغايه ما اخبط في الليميت سويتش اللي هو مين؟ اللي هو اي تقريبا 3، نكبر شويه، اللي هو اي 3. ايوه اي 3 ده. وبمجرد ما اخبطه ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا الموتور هيقف، هينزل المستوى يقف. طب ويقف وبعدين؟ وبعدين اوتوماتيك يشتغل يمين شمال يمين شمال يمين شمال، ويكرر نفس القصه تاني. طب تعالى كده نشوف اهو، اي 3 وقف فعلا، الموتور خلص كله وقف اهو، ويشتغل شمال اللي هو كان واقف عنده، مش احنا كنا عند اي 7 اخر مره؟ وقفنا عنده، وطبعا الكاونتر رجع زيرو تاني زي ما انت شايف. وفي كاونتر تاني هنا خلي بالك بيعد برضه، هستفيد منه في حاجه تانيه، ولكن خلينا ماشيين كده واحده واحده في السيموليشن. شايف الكاونتر ده بيعد دوت 3 ومكمل، مكمل لامتى؟ مكمل ل9، هيعمل اون عند 6 ويفصل عند 9 زي ما انا كاتبه ومبرمجه كده. طبعا احنا عرفنا الكاونتر بيتبرمج ازاي. فانا دلوقتي رايح فين؟ رايح شمال، وبعدين هنا رايح يمين، اشتغل يمين، وطبعا الدهان شغال، خلي بالك، شمال يمين شمال، الكاونتر وصل ل2 وده وصل ل5. خلي بالك ده اول ما يوصل ل6 هيشغل حاجه تانية. هقول لك هيشغل ايه. اهو يمين شمال بقى، خلي بالك دوت هيفصل، وفي نفس الوقت ده ايه، هيوصل 6 اهوت، 6 فصل اليمين شمال وشغل مين؟ وشغل الداون. طب الداون شغال ليه؟ ده انا رايح للمستوى اللي تحت خالص اللي هو التالت. حلو، طب المستوى التالت ده هيخبط امتى؟ على الليمت سويتش 4 اللي هو في النص، فيرتيكال بوتوم ليمت سويتش اللي هو فين؟ اللي هو في النص ده دوت. اول ما خبطه ايه اللي هيحصل؟ خبط ورجعني تاني مين؟ يمين شمال يمين شمال اللي هو المستوى التالت بقى. طيب يمين شمال يمين شمال يمين، اخر شمال بقى هنا هيوصل 9 اهوت، وده يوصل 3، هيوقف اليمين شمال ويشغل مين؟ يشغل الاب. انا كده خلصت الصبغ او الشغلانه بتاع المستوى التالت اللي تحت. طب انا رايح فين دلوقتي؟ انا رايح فوق لنقطه الزيرو. نقطه الزيرو بقى هتخبط مين؟ هتخبط ليميت سويتش فوق خالص، اسمه ايه؟ اسمه اي 5 ده. يعني انا اذا لو دوست على اي 5 ده كل الدنيا دي هتطفي؟ اللي هو كل الخارج ده هيطفي. طب دوس كده اي 5، ده طفى وده طفى وده طفى وده طفى.
طبعا كل الحاجات دي سهله تقدر تستنتجها. كل ده لاتش ريلي، تمام. هنا ار اس ده ريسيت سيت، سيت ريسيت، كل ده لاتش ريلي عشان الاشارات كلها ايه، هعتبرها مش سويتش، هعتبرها بوش بوتون. انا مستعمل هنا بوش بوتون. وفي نفس الوقت هتلاقي عندك اند جيت، والحاجات المنفيه دي كيو 4 عشان تعمل انترلوك الكتريكال، وهتلاقي في الفرع الثاني برضو كيو 3 اهوت منفي عشان تعمل برضو انترلوك الكتريكال في الموتور ده. يعني ده موتور معمول له زي ما شرحنا هنا. يبقى ده الموضوع بكل بساطه زي ما احنا شايفين كده. طيب يبقى فاضل لنا ايه دلوقتي؟ فاضل لنا المسج تكست وازاي نبرمجها. طيب تعالوا نفصل كده، افصل. احنا قلنا شرحنا فيديو منفصل عن المسج تكست، ادعو الناس انها تشوفه، يمكن قبل الفيديو اللي فات اللي قبله تقريبا، فالناس تشوفوا ازاي بتعمل مسج تكست عشان برضو الموضوع ما يطولش بينا. انا حالا بشرح لك يعني فاينل بروجكت، تمام، بروجكت كبير، فالمفروض ان احنا اتعلمنا كل الحاجات دي. طيب المسج تكست بقى تعالوا نخشها كده ونشوف بتعمل ايه. البي 15 دي اضغط دبل كليك عليها كده، دبل كليك، اه فتحت معانا هي، تمام. خليني اصغرها شويه كده، اكبرها كده عشان نشوف بس ايه اللي فيها. طيب احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا هنا في المسج تكست بنقول احنا عايزين نظهر ايه؟ يعني احنا هنا بنقول احنا عايزين نظهر ايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين شاشه اللوجو بس اللي انا عايز اظهرها، فبعلم هنا بعد ما اخلص. انا هنا كاتب له هو بينتنج، وكاتب هنا ايه؟ جايب من الكاونتر 012. ايه بقى اللي انا جايبه ده؟ جايب جرافيك بار، جرافيك بار اهو، لو انت خدت بالك من ده انسيرت جرافيك بار. يعني انا هنا كده اقدر ايه؟ انزل جرافيك بار. طب انزله منين؟ انزله يعني هيبقى ريليتد او هيبقى يشتغل نسبة لحاجة معينة انا عايزه يشتغل. والله يتقدم كل ما الكاونتر بتاعي يتقدم، ممكن يكون تايمر، ممكن يكون اي حاجة. هقول له انا عايزه يتقدم مثلا من البي 24 ده كده، اه يبقى اعلم عليها كده كليك، وبعدين اقول له هنا ايه، جرافيك بار اهوت. اول ما تدوس على الجرافيك بار هيفتح لك، بيقول لك انت عاوز المينيمم فاليو بتاعه ايه، يبدا من ايه، يبدا من زيرو مثلا يعني، وعايزه ينتهي فين، عند 1000. ممكن تنقص براحتك عادي، تمام، ممكن تخليه 1000 مفيش مشكله. دي بيبقى القيمه بتاعته عشان ايه، هيمشي كام خطوه، هو هيقسمهم بقى، تمام، هو هيقسمهم. هنا البلوك نيم تقدر تختار البلوكات زي ما اخترناه هنا، سواء من هنا او من هنا، واحد هو تقدر تقول له ده البلوك اللي انا عايز اشتغل من خلاله. والاكشوال فاليو دي يعتبر كاونتر، ده كاونتر هو محددها اوتوماتيك بمجرد ما انت اخترت دي، وبتقول له والله الجرافيك بار ده هيبقى هوريزنتال، يعني هيبقى افقي بالشكل ده اللي انت شايفه ده، تمام. وبعدين الويدث بتاعه هيبقى 2 ولا هيبقى 1؟ 2 دي يعني خطين زي دول، ده خط وده التاني اللي تحت، ممكن تخليه 2 زي كده. والهايت، الهايت هيبقى ارتفاعه، اسف، الارتفاع 1، انما الويدث دي 2 يعني مربعين. لا ده انا عايزه مثلا يكون ايه، 5، 5 مثلا او 6 زي كده، يبقى جنب بعض 1 2 3 4 5 6. وبعدين اقول له اوكي، تعالى كده نقول اوكي اهو، نزله هنا في الحته دي، هو كده نزله برمجيا. لما تيجي بقى انت تعمل تفتح هتلاقيه بيتقدم معاك. طب تعالى بينا كده نفتح ونشوف، تعالى بينا نفتح السيموليشن هنا ونشوفه يظهر ازاي. اهو لما نفتح شوف، ده الجرافيك بار اللي انا نزلته، تمام. انا نزلته طبعا، هو بيبقى الهايت بتاعه واحد بس، صف واحد، وانا عامله هو حوالي 8 مثلا. تعالوا بينا نبدا ستارت كده ونشوف الجرافيك بار ده يتقدم ازاي، هو واخد منين، من الكاونتر ده اهو. يعني مجرد ما الكاونتر ده يقول 1 2 3 يبدا ده ايه، يتقدم الاشاره بتاعته. طيب هقول انا ستارت اهو، هاجي هنا ادي ليميت سويتش، ليميت سويتش الثاني، اه اول خبطه شوف جاب نسبه منه، نسبه. طيب إيه، ارجع تاني وادوس مره تاني، اه نسبه كمان، وهكذا يتقدم الجرافيك بار زي ما احنا شايفين كده مع بعض، تمام. يبقى احنا كده ايه، ده الجرافيك بار ازاي برمجيا انت بتعمله، جميل جدا. طب ده الجرافيك بار. بعد كده انت بتكتب هنا الكلام ده، انت بتكتبه يعني، تيجي كده تكتب بينت مثلا، وبعدين تحط نقطتين وتنزل بقى الجزء البرمجي ده، يوم يظهر معاك قدام كلمه ايه، بينت. يبقى انت عرفت ان البينت بيتقدم. الموتور واحد رايت، اه الموتور واحد رايت، هجيب له هنا اون واوف. اون واوف منين؟ من هنا برضه، باجي هنا كده عند الموتور بجيب له من كيو واحد. بعملها ازاي دي؟ باجي هنا مثلا، انا طبعا بقف هنا بتبقى زي كده يعني، باجي اقول له اون واوف، اه بيقول لي انت عايز ايه بقى، اون واوف دي تجيبها منين؟ ديجيتال انبوت ولا من الاوتبوت؟ لا هقول له ده انا عايزها من الاوتبوت. طب عايزها من كيو واحد ولا اتنين ولا تلاته؟ ما هي ده الاوتبوت اللي عندك، اه اقول له من كيو واحد، تمام. بس ده كل اللي بتعمله، وتقول له اوكي، اه نزلها لك هنا.
بمجرد بقى ما انت بتيجي تفتح هنا، طبعا الكلام ده مكرر في كل الايه الكيو زي ما انا عامل اون واوف اون واوف، تمام. طيب تعالوا نشوفها بتشتغل ازاي. اهو انا مثلا هنا اهوت اون واوف، المفروض دي كله اوف اهو زي ما انت شايف، لان لسه ما فيش حاجه اشتغلت. لو الموتور واحد رايت، ده الموتور واحد اللي هو ايه رايت وليفت، والموتور اتنين اللي هو فوق وتحت. طيب موتور واحد رايت لو اشتغل ده المفروض يبقى اون. طب تعالوا بينا نشغل كده، اقول له ستارت، ستارت اهوت، وبعدين اقول له اول سويتش اخبطه، بقت اون اهي على طول. يبقى برمجيا انا كده شغال صح. كلمه موتور دي انا اللي كاتبها تكست عادي في البرمجه زي ما احنا شفنا. طيب تاني مثلا ده اشتغل، التاني طفى، وده اللي اشتغل بقى اون، وهكذا. لو اشتغل الفيرتيكال هيبقى برضو ايه نفس القصه كده زي ما احنا هنشوف دلوقتي، والفيرتيكال بار بيتقدم معايا، تمام. اهو بقى الفيرتيكال اهوت، اتنين داون اون وده اوف، وهكذا يفضل ايه شغال معايا لغايه ما يعكس حركته زي ما احنا شايفين كده مع بعض. يبقى دي قصه مين؟ دي قصه المسج تكست. طبعا تقدر تبرمج سهل جدا، واحنا خدنا اصلا فيديو منفصل عن الموضوع ده بالتفصيل يعني. طبعا هنا تقدر تحط تايم زي ما اتعلمنا قبل كده، الكرنت ده تقدر تقول له انسيرت هنا او نزل التايم، بيظهر في البرنامج الوقت. لو عايز تحط كرنت ديت تيجي هنا مثلا وتحط تقول له كرنت ديت، ولكن ممكن ايه مش هياخد المساحه، فيبقوا يفضل يكونوا تحت بعض يعني احسن، تمام. فيبقى كده ايه، يبقى كده احنا فهمنا قصه المسج تكست خلاص، تمام. بعد ما بتخلص بقى انت البرنامج ده كله وتخلصه بتعمل ايه؟ عاوز بقى اطبعه، يعني عاوز اخرج الكلام ده اعمل له اكسبورت كبي دي اف فايل وحاجه كده محترمه عشان اقدمها للعميل بتاعي، تمام. بتيجي هنا كده في قائمه فايل وتقول له برنت، تيجي هنا في برنت بيقول لك انت عايز تبرنت ايه؟ عايز تطبع ايه؟ عاوز الكومنت، الكومنت الحاجات المكتوبه دي عاوزها، عاوز الايثرنت كونكشن عاوزه، لو في انت عامل بقى رسم للكونكشن، عايز البارامتر، تمام، مابينج، عايز كل، يفضل كل حاجه تطبعها لان انت بتخرج مشروع فعاوز كل البيانات تبقى معاك. طبعا احيانا بيكون واحد عامل ديمو ومش عايز حد يشوفه، فايه يخرج له مثلا ايه، يقول له مثلا ايه بارامتر ليست مثلا او سيركت دايجرام وخلاص، تمام، سيركت دايجرام مثلا وخلاص. لا انت مثلا عايز تطلع حاجه محترمه نظيفه تخرج كله وخلاص، وبعدين تقول له هنا ايه اوكي. بيجي هنا بقى يسالك يقول لك انت عايز الملف يبقى نوعه ايه؟ طبعا انا عايزه بي دي اف، تقدر تخرجه بصيغه ثانيه اكس بي اس مثلا زي الدوكمنت يشتغل على الوورد او كده، طبعا بي دي اف افضل عشان برضو عدم التعديل والكلام ده. وبعدين بتقول له انت عايز اول، انا عايز كل الصفحات، ولا عايز من صفحه مثلا واحد لاثنين بس، وهكذا، واخد بالك. وبعدين هنا بتقول له نمبر اوف كوبي، عايز كام نسخه، لان انت ممكن ايه تطبع مثلا او كذا نسخه من الملف يعني. وبعدين بتقول له اوكي زي ما انت شايف كده، بيبدا يقول لك عايز تسيفه فين، وليكن مثلا بتسميه اي حاجه. وبعدين على الديسكتوب بتقول له سيف، تمام. كده انت انشات ملف كامل واتحط السيف على الايه الديسكتوب. تعالى نفتحه ونشوفه مع بعض. ملف اهوت اي اي، بتفتحه كده دبل كليك، ادي الملف بتاعنا، ملف جميل جدا، سيركت بلوك دايجرام كله مرسوم هنا. طبعا تقدر تعمل روتيت وتشوف براحتك، مفيش اي مشكله خالص، تمام. اهوت مثلا حاجه زي كده، كبر براحتك. طبعا دقه عاليه، البي دي اف من الملفات الكويسه جدا ودقتها ممتازه. وبتنزل تحت طبعا كل حاجه متسجله معاك، ده الديسبلاي، تمام، الديسبلاي بتاعتك، تعمل روتيت عشان تشوفها بس مظبوطه، ده الديسبلاي والبارامتر مكتوبه اون واوف وكل حاجه. تنزل تحت هنا وانت مبرمج ايه بالظبط، واخد منين، من الكاونتر ولا منين، والشاشه الثانيه هي ستوب واون واوف، تمام. وبتكتب اللي انت عايزه هنا في السيتنج ده في البدايه بقى، بتكتب الاسم بتاعك واسم الشركه او العميل او غيره. يبقى احنا كده ايه طلعنا ملف، اخرجناه ملف محترم وممتاز، وكده المشروع بتاعنا ايه، اتمنى يكون واضح، واتمنى الناس تطبق حاجه زي كده، وهتلاقي الموضوع سهل جدا ان شاء الله. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.